لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا الليلة هو تذكرة بأحداث يوم القيامة، حتى نستحضر الإيمان في قلوبنا وخشية الرحمن سبحانه وتعالى. نذكر بأحداث يوم القيامة كيف أخبر عنها القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو أمر لا ريب فيه ولا شك. ما هي الأحداث والوقائع التي يتلقاها البشر قبل النفخ في الصور، وقبل البعث والنشور، وقبل لقاء الله تعالى؟ ثم ما هي المراحل التي حتما سوف نمر منها جميعا؟ أول شيء أيها الأحباب الكرام، حينما تقترب القيامة سوف تتبدل أحوال الكون، العديد من العلامات سوف تظهر، تتبدل ملامح السماء إثر تصدعها وانشقاقها. هذه السماء تتبدل بالكلية كما قال الله تعالى: يوم تمور السماء مورا، تصدعات وانشقاقات في كل مكان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يكون لونها أحمر كلون الورد، احمرار شديد. أول علامة من علامات القيامة ترى احمرارا في السماء. ثم هذه الأرض وهي كروية إذا بها تنبسط حتى تصير مستوية، كما قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تتغير كل شيء. هذه الأرض تقع فيها والعياذ بالله زلازل. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض هي ثابتة لأن بها الجبال، ولكن هذه الجبال الشامخة سوف تزول، هذه الجبال سوف تندثر، كما قال الله تعالى: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. هذه الجبال تصير مثل الصوف المنفوش، ثم تنسف، ثم تصير هباء منثورا ولا يبقى منها أثر. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. ينسفها أي يجعلها منخفضة بلا ارتفاع. ثم بعد ذلك، بعد التغير في السماء والتغير في الأرض، يقع التغير في البحار. البحار تسجر، وإذا البحار سجرت أي تصبح نارا، فتيبس الأرض وتخرج من البحار الحمم. عوض أن يخرج الماء تخرج الحمم النارية، وتصبح البحار بلا ماء. ربنا لم يقل البحر، قال البحار للدلالة على كثرتها وعظمتها. وإذا البحار سجرت. ثم ترى الكون من حولنا كله يتغير، الشمس تظلم، يذهب نورها وشعاعها،
والقمر أيضا يذهب نوره وتنطفئ النجوم وتعتم، وهذا ما يسمى بالطمس. أما بقية الكواكب فإنها تنكدر وتتوقف عن الحركة والدوران، كما قال الله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، أي تناثرت وتغير شكلها بعد أن كانت متناسقة. إذا وقعت هذه الوقائع في الكون، اعلم بأنه يوم القيامة، ويبدأ أول علامة من العلامات بالنفخ في الصور. يأمر الله تعالى بالنفخ في الصور فينتهي كل حي في هذه الحياة، سواء في الأرض أو في السماء، الكل يموت. ربنا عز وجل قال: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذه النفخة الأولى تسمى الراجفة، والنفخة الثانية تسمى الرادفة. ربنا عز وجل قال: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تسمى الصعقة، تضرب كل البشر بل كل المخلوقات من الإنس والجن والملائكة. الصور هو عبارة عن قرن، بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إن الله تعالى لما فارغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور وأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. تصوروا أن إسرافيل الذي سوف ينسخ في الصور هو الآن، ومنذ أن خلق الله السماوات والأرض أعطاه هذا النفخ في الصور، وهو ينتظر متى يعطيه الله الأمر لينفذ. إذا نفخ في الصور لا يستطيع الإنسان أن يوصي أو أن يرجع إلى أهله، إنها تكون سريعة، حتى إن الرجل يكاد يرفع اللقمة إلى فمه فلا يأكلها. لا إله إلا الله. وبعد النفخة الثانية يموت منها كل من بقي على الأرض من شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أما إذا كان الخلق فيهم الإيمان وفيهم الصلاح، علامة على أن الساعة لا تزال بعيدة عنا. علامتها أنك ترى الناس في المساجد يرفع الأذان ويلبون النداء، لما ترى موسم الحج الناس يتسابقون لأداء الحج والعمرة، إذا جاء رمضان تجد الناس يصومون ويستعدون للصيام، إذا جاءت مناسك وشعيرة الأضحى ترى الناس يطبقون هذه السنة الإبراهيمية، بمعنى أن الخلق لا زال فيهم الكثير من الإيمان واليقين. لكن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا يصلون، لا يصومون، لا يحترمون الشعائر، ودائما يفسدون في الأرض. الله تعالى يأمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لما يموت الخلق كلهم قيل يبقون لمدة 40 سنة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، سيموت كل المخلوقات. ربنا عز وجل أمر بأن كل نفس تموت، كل نفس تموت. فقالت الملائكة: نحن لسنا نفوس، نحن أرواح، نحن سوف نبقى. ثم قال الله تعالى: كل من عليها فان. فقالت الملائكة: نحن لسنا في الأرض، نحن في السماء، هذا الكلام لا ينطبق علينا. ثم يقول الله تعالى سبحانه جل علاه بأن كل ما في الوجود لن يبقى إلا رب الوجود. آنذاك ستعلم الملائكة بأنها سوف تموت. يبقى الواحد الأحد الفرد الصمد. ثم ينزل الله تعالى من السماء، ينزل ماء فينبت الناس كما ينبت البقل. لما تكون 40 سنة
وربنا يقول كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك، لا يبقى أحد، لا أحد من البشر، تصير الحياة كما كانت أول مرة، لأن قبل بدء الخليقة الحياة كان فيها العدم، لم يكن أي شيء، كان الله وحده ولم يكن معه شيء، لا بشر ولا إنس ولا جان ولا ملائكة ولا شمس ولا قمر ولا أي شيء. ستعود الحياة كما كانت، لا يبقى إلا الله. وينادي ربنا لمن الملك اليوم، فيقول عن نفسه لله الواحد القهار، لا يبقى أي أحد. لكن بعد مرور 40 سنة بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، كما أخبر الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبت البشر كما ينبت البقل، لا ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، إلا عظما واحدا وهو عجم الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. فالناس لما يموتون ويدفنون في القبور، العظام تصير رميم تراب، كل الجسد يفنى ويبلى إلا عجم الذنب. عجم الذنب هو واحد العظام صغير يوجد في مؤخرة العمود الفقري، هذاك اللي كيبقى هو الأصل ديال الإنسان، قد يحرق في النار ويصير رمادا ولكن يبقى فيه عجم الذنب، قد يغرق في البحر ويأكله الحوت ولكن يبقى عجم الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة، حبة صغيرة توجد في مؤخرة العمود الفقري في الظهر، الله تعالى يبقيها كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولما تقع النفخة، نفخة الصعق، يحدث الاختلال العظيم، تختل دورة الكواكب، وهنا الكل يشعر بالهول، حتى المرضعة تذهل، كل مرضعة عما أرضعت، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هنا سيقع البعث والنشور. للأسف في كل زمان هناك بعض أصحاب الأفكار الذين لا يعتقدون بوجود شيء اسمه البعث والنشور، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، نعيش ثم لما نموت سندخل في عالم الفناء، كما كنا من قبل أن نولد كنا في عالم الفناء والسبات العميق، وسوف نموت وندخل إلى عالم الفناء وانتهت القصة. هذا ما يقوله الملاحدة منذ أول التاريخ، ونرى الملاحدة اليوم أيضا في عصرنا يكررون نفس الكلام، لا يعتقدون لا ببعث ولا بنشور، يقولون لا إله، والحياة مادة والدين أفيون الشعوب، إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع. لكن الأديان كلها متفقة ومجمعة على عقيدة البعث والنشور. ما هو البعث والنشور؟ هو قدرة الله تعالى على إحياء الناس بعد موتهم، يخرجهم من قبورهم. النشور هو انتشار الناس وتفرقهم بعد خروجهم من قبورهم إلى مكان الحساب، ينتشرون إلى أين؟ يذهبون إلى مكان الحساب، محكمة كبيرة. ربنا تكلم عن النشور فقال: ثم إذا شاء أنشره. هذا النشور يكون بعد أن ينزل الله تعالى هذا المطر فتنبت الأجساد، وبالتالي كما قال: ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة من؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مخلوق تنشق عنه الأرض. وقد قال الصادق المصدوق: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع، فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، فليس من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري. الكرامة الأولى سيعطيها الله تعالى لصفيه ونبيه
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أخبر الصادق المصدوق بأن أحوال الناس عند البعث والنشور يوم القيامة هي أحوال عسيرة، أحوال مخيفة. هذا ما تحدث عنه القرآن الكريم: تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خصوصا الأشخاص الذين كانوا في الدنيا إما عصاة أو كانوا ظالمين أو كانوا طغاة أو كانوا مفسدين أو كانوا كافرين أو ملحدين، يخرجون من قبورهم أذلاء خاشعين ويتساءلون ما الذي يقع؟ هل هذا ما كانت تخبر به الأديان؟ كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. القبر يسمى المرقد، القبر مجرد مكان للنوم نرقد فيه ثم نستيقظ، لا نبقى على الدوام. ويبدأ المؤمنون الصالحون يصدقون ويطمئنون على أن ما آمنوا به كان حق. المؤمنون الذين خافوا الله تعالى في الدنيا رغم أنهم يرون مشاهد يوم القيامة المخيفة، يبعث الله إليهم ملائكة تطمئنهم. كل مرحلة غادي يلقاو المؤمنين ملائكة حولهم يطمئنهم حتى لا يصابوا بالخوف والرعب، كما قال الله تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. أهل الإيمان وأهل اليقين، أهل الصلاة وأهل الوضوء وأهل القرآن وأهل النية، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، الله تعالى يعطيهم الإيمان والطمأنينة والسكينة. والناس حينما يخرجون من قبورهم يخرجون حفاة عراة غرلا. تصور لما يخرج الناس من القبور ما عندهم لباس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. أمنا عائشة قالت: يا رسول الله ما معنى غرلا؟ قال لهم: غير مختنين. قالت: يا رسول الله كيف؟ الرجال والنساء يكونون على الصعيد واحد؟ يقول: نعم، ولا ينظر الرجل إلى المرأة، لأن هول يوم القيامة لا يتركه ينظر إلى الرغبة الجنسية ولا إلى شيء من ذلك. هذه الأرض ستكون قد تبدلت، ويتساوى الناس في ذلك اليوم: السلطان والرعية، الأمير والغفير، الملك والوزير، الكل سواء، ليس هناك ألقاب وليس هناك ميزات، كما قال الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. إنسان ربما يبحث عمن يؤازره، عمن يأخذ بيده، عمن يعينه، لا، ليس هناك لأي كان أي سلطة، لا ملك إلا لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. كل واحد يبعث على ما مات عليه، يقال: من شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمثلا من مات وهو حاج كان يؤدي المناسك، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لما يخرج الناس من القبور، ويقول الكافرون: يا ويلتنا من أيقظنا من مرقدنا، هو يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. من مات مثلا وهو يقول: لا إله إلا الله، يبعث يوم القيامة عليها، يخرج من قبره وهو يقول: لا إله إلا الله. كل واحد يبعث بحسب ما مات عليه. وهذا الحشر سيكون في أرض خالصة بيضاء
لم يعصى عليها الله أبدا، كما قال النبي الكريم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، أرض أخرى بيضاء لن تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وكل إنسان ليس له من هذه الأرض إلا موضع قدميه فقط، لا تملك أي شيء، وكأنك في صورة مصغرة في الحج في مخيمات منن، يكون الازدحام مخيمات منن تحمل 300% من أعداد الناس ضيقة جدا. فكذلك يوم القيامة هي صورة مصغرة ليوم القيامة، والناس حفاة عراة لكن لبس الإحرام في الآخرة ما لابسينش، الكل عريان حفاة عراة غرلا غير مختنين رجالا ونساء، كل واحد لا يملك إلا موضع قدميه. وهذه الأرض أرض المحشر ليس فيها زرع ولا درع ولا جبال، والكل كل الناس حفاة عراة. أول من يكسى من الخلائق هو سيدنا إبراهيم عليه السلام، لأنه كان خليل الرحمن، ربنا يضفي عليه من الكرامات فيكسى لباس الاحترام والتقدير. الناس كم يبقون في أرض المحشر؟ هو يوم واحد، يوم واحد في أرض المحشر، ولكن مقداره 50,000 سنة. يوم واحد ما في لا شمس ولا ليل، لا تعاقب ليل ولا نهار، ولا يوم واحد يستمر مقداره 50,000 سنة. تدنو الشمس من الناس ويغرق بعض الناس في العرق، العرق يتصبب من الجبين، هناك من يغرق إلى أخمص قدميه، هناك إلى ركبه، هناك إلى سرته، هناك إلى صدره، هناك من يغمره العرق بمقدار أعمالهم. الناس يجلسون 50,000 سنة وهم ينتظرون محكمة، ربنا عز وجل يقوم كل واحد ينادى عليه باسمه، فلان ابن فلان يقول حاضر قم لله الواحد الديان، فيبدأ السؤال. طبعا هناك أصل من الناس ربنا يجلسهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. هناك الشاب الذي نشأ في طاعة الله، وكذلك الملك العادل أو الحاكم العادل، ومن كان قلبه معلق بالمساجد، ومن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجلان تحب في الله اجتمع عليه تفرق عليه. هناك أعداد، وهناك كافل اليتيم، كل هؤلاء يظلهم الله تعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لأن يوم الحساب مقداره 50,000 سنة. يقوم الناس للحساب فتخبر الأرض بما حصل عليها، أول من يتكلم الأرض تقول يا ربي لقد وقع ووقع، فتشهد الأرض، وبعد ذلك كل واحد يتكلم يختم الله على اللسان فتشهد الأيدي والأرجل والجلد بما عمله صاحبه. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، الألسن تقول والأيدي والأرجل، كل واحد يشهد بماذا فعل. ثم تأتي الملائكة بالكتب، الملائكة هم معنا عن اليمين وعن الشمال قاعد يكتبون أعمالنا. هؤلاء الملائكة الكتبة يأتون بالسجلات، كل واحد يعطى سجله، تعرض الكتب على صاحبه، وقد تم تسجيل كل حركة كل فعل قام به الإنسان. والناس لما يتسلمون هذا الكتاب هناك من يأخذه بيمينه، هذا علامة على أنه من أهل الجنة، فإذا أخذه بشماله هذا علامة على أنه من أصحاب النار والعياذ بالله. ثم ربنا عز وجل ينزل الميزان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا هو الميزان الذي يوضع، توزن فيه الصحف، ويكون الجزاء حسب وزن أعمال الإنسان، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون،
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ربنا عز وجل هو من يتولى الحساب، يحاسب الناس دون حجاب أو واسطة، فيكون المؤمن حسابه يسير، ويكون المؤمن فرح مسرور بما قدم. لكن الملحدين والكافرين والفاسقين والظالمين يصابون بالذل وينكرون هذه الأعمال. نحن لم نقم بهذه الأعمال، ما هو مكتوب هنا؟ نحن أبرياء. فربنا عز وجل يوقف الألسنة عن الكلام ويأمر الأعضاء بأن تتكلم، هنالك تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وهكذا يبقى الحساب، وهذا الميزان هو لا يعلم مقداره إلا الله. مما جاء في عظمة الميزان أنه توزن به السماوات والأرض، ليس الميزان كميزاننا الذي نشتغل به نحن في التجارة وفي البيع والشراء. بعده الناس هم من كانت حسناته أكثر من سيئاته علامة على أهله من أهل الجنة، من كانت سيئاته أكثر هذا علامة على أنه من أهل الخسران، من تساوت حسناته وسيئاته هو من أهل الأعراف. أهل الأعراف هو مكان وسط بين الجنة والنار، أهل الأعراف كما هو ثابت في سورة الأعراف. ثم يبدأ ظهور الحوض والصراط. كل نبي يوم القيامة يعطيه الله حوضا خاص به، هذا الحوض يكون قبل الصراط، لأن الناس سوف يعانون من العطش الشديد في أرض المحشر، الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر. سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعطيه الله حوضا عظيما، وهو نهر الكوثر الذي هو منبعث من أنهار الجنة، يعطى له قبل دخول الجنة في أرض المحشر يوما عند ربك كخمسين ألف سنة. كل من شرب منه لا يعطش أبدا، ماء هو أحلى من العسل وأبيض من اللبن، لو شربت منه جرعة واحدة لن تضمأ أبدا، والشرب بعدها يكون بقصد التلدد فقط. هنا يبدأ القصاص، القصاص بين جميع الخلائق، فيقتص الله تعالى من كل مظلوم ظلم ظالم، سواء كان مسلم أو غير مسلم، كل من سفك الدماء، كل من سب وشتم، كل من طعن من الخلف، كل من سرق أموال الآخرين، كل البشر، رجل اعتدى على زوجته، زوجة اعتدت على زوجها، الأولاد فيما بينهم مسلمون وغير مسلمين تقاتلوا، كل واحد يقول يا ربي هذا الذي ظلمني. فربنا عز وجل يقيم القصاص بين الجميع، حتى الحيوانات، الحيوانات يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة صاحبة القرون، بل إنه يقتص للحيوانات من البشر. إنسان عنده حيوان لكن قد يجوعه أو قد يحمله ما لا يطيق، عنده مثلا عنده حمار أو حصان أو ناقة أو غير ذلك، إما يجوعه لا يطعمه أو يحمل عليه الأثقال فوق ما لا يطيق، فهذا كله يتم القصاص. وكل نبي يقام له لواء، اللواء مثل الراية كبيرة حتى يعرفه أصحابه فينتظمون حوله، وتقف كل أمة تحت لواء نبيها. وبعد ذلك يحجب الله تعالى النور عن الناس، فيمشي كل شخص بما معه من نور، يأتي ظلام دامس، ظلام دامس، لا يبقى هناك أي نور، لا شمس ولا قمر ولا كواكب. والإنسان من أين يأتي بالنور؟ من عمله، عملك فيه نور، على قدر ما فعلت من عمل صالح يكون النور معك. وهنا يضرب السور بين المؤمنين والمنافقين. المنافقون لا يرون شيئا لشدة الظلمة، لا يرون أمام إلى الظلمة، فيسيرون في هذه الأرض الغريبة الشاسعة في ظلام دامس حتى يقعون في النار والعياذ بالله في جهنم. وأهل الإيمان واليقين يمشون بما معهم من نور أعمالهم، فيقودهم ذلك النور إلى طريق الجنة. ومصداق لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، نقولها كل يوم في صلواتنا،
الصراط الذي يقودنا إلى الجنة بإذن الله. وأمام هذا الهول وهذا الخوف هنا يظهر عدد كبير من أهل الإيمان قد قلت أعمالهم وقد زلت أقدامهم، يبحثون عمن يأخذ بأيديهم، حسناتهم قليلة جدا وسيئاتهم كثيرة، لكن كان فيهم إيمان، كان فيهم صدق، كان فيهم نية. الله تعالى هنا يقيم الشفاعة العظمى، يقدم الشفاعة العظمى تكون لكل الأنبياء، كل الأنبياء يعطيهم الله تعالى الشفاعة، ولكن لما يكثر الحساب يأتوا الناس إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى غير من الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، وكل نبي يعتذر يقول نفسي نفسي لا أستطيع أن أشفع، حتى يأتون إلى سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين فيقول أنا لها أنا لها، فأستأذن على ربي فيأذن لي ويلهمني محمدا أحمده بها وأخر له ساجدا، فيقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي إني اليوم لا أسألك نفسي ولا فاطمة ابنتي ولا عترتي، وإنما أسألك أمتي أمتي يا غفور، أمتي أمتي يا غفور، أمتي أمتي يا غفور، فيأذن الله تعالى ويشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زلت قدمه من أبناء الأمة، خصوصا من كان كثير الصلاة على سيدنا النبي في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين واسقنا شربة ماء من حوضه لا نضمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أول من يدخل الجنة هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تفتح له أبواب الجنة، ثم يأذن الله تعالى بالدخول ويتلوه في الدخول. قيل يسبق النبي الكريم شخص، من هو؟ هو سيدنا بلال الحبشي. بلال الحبشي يسبق النبي الكريم، كان مؤذنه. قالوا كيف يسبقه؟ قالوا يسبقه كما يسبق الحاجب الملك. ثم بعد ذلك يبدأ الله تعالى بفقراء المهاجرين. أول من يدخل الجنة بعد النبي الكريم هم الصحابة، أولهم فقراء المهاجرين، ثم فقراء الأنصار، ثم فقراء الأمة. كل فقير يبدأ هو الأول بالدخول، وأما الأغنياء فيؤخرهم الله تعالى لمحاسبتهم. كل غني يقول له الله تعالى من أين لك هذا المال، يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فمن سئل الحساب عدب، من نوقش الحساب عدب والعياذ بالله، إلا من كان من أهل العطاء والكرم والجود فهذا يكون من السباقين إلى دخول الجنة. من كان من أصحاب الصدقة وأصحاب الإحسان وأصحاب الرحمة على الخلق هذا ربنا يقول لي أدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، أدخلوها بسلام آمنين. ثم يدخل الناس الجنة فيكتشفونها، هي ليست جنة واحدة، هي جنات، جنات كم عددها؟ قالوا عددها بعدد آيات القرآن الكريم. وانظر كم عدد آيات القرآن، الآلاف. هي ليست جنة واحدة، هي جنات، أعلى وأفضل درجتها هي الفردوس، وهنالك يعطى لكل مؤمن مكان كبير في الجنة، فيه بيوتات وفيه طعام وشراب وفيه خيرات، ويجتمع مع العائلة والأحباب، كما قال النبي الكريم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يترون الكواكب الدرية الغابرة في الأفق من المشرق أو المغرب. الناس يكونوا درجات، أهل الجنة درجات لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله هذه الغرف اللي كتبان لنا تتراءى بحال الكواكب هي لمن؟ هل هي تلك منازل الأنبياء؟ قال لا، ليس بالضرورة الأنبياء، هي بيوت رجال آمنوا بالله
وصدقوا المرسلين. لما يرون بيوت عظيمة غرف من فوقها غرف مبنية يظنون أن هذه الغرف التي تتراءى كالكواكب أنها بيوت الأنبياء أو منازل الشهداء، قالهم لا، هما رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فيهم الإيمان واليقين، بمعنى أن من أراد أن يدخل الجنة ويصل إلى المقامات العلى لا يحتاج إلا أن يكون فيه الإيمان الصادق ويصدق المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وبالمقابل هناك النار، لما يسير المشركون والكافرون والمنافقون وقد ذهب نورهم، ما عندهم نور، أهل الإيمان يقودهم نور، لما يكون هناك ظلام دامس، ظلام دامس، أهل الإيمان قال فيهم الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم فيقودهم إلى الجنة، لكن من كانوا على غير الإيمان ليس عندهم نور، ظلام دامس يقودهم والعياذ بالله إلى النار فيقعون فيها، وهي عذاب أليم. أخطرها هي ما أعده الله للمنافقين، المنافقون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، قال فيهم الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يعني الدرك الأسفل هو أسفل درجة منها. أما أسهل دركاتها اللي عنده قليل، قال له حذاءين من نار يغلي منهما دماغه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشركان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا والعياذ بالله. هذا كلام مخيف، هذا فقط تذكرة أيها الأحباب الكرام لأهوال يوم القيامة، ربنا عز وجل سردها علينا في كتابه العزيز، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما يذكر بها صحابته الكرام. ونحن أردنا في هذه الليلة الطيبة ليلة الجمعة أن نذكر أنفسنا بها، هذا أمر حتمي، هذه المشاهد سوف نعيشها أكيد لا شك ولا ريب يوما ما، فربنا أخبرنا بها حتى نستعد لها. فطوبى لأهل الإيمان وطوبى لأهل اليقين وطوبى لمن يخشى الله تعالى. فاللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين، واختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.